السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب المرحلة الثالثة في قسم علوم الحاسبات الجامعة المستنصرية، وياكم دكتورة هدى هيكل حسين. نكمل مادتنا بموضوع الـ Object Oriented Software Engineering. إن شاء الله راح نتحدث عن Chapter 8 اللي عنوانه Modeling Interactions and Behavior. راح نلاحظ عندنا نوعين من الموديولينج اللي هو Interactions and Behavior، وبدورة الانتراكشنز راح نشوفها راح ينقسم الى انواع، ونشوف كيف راح نتعامل معها وشنو الفرق ويا المحاضرات السابقة. الانتراكشنز دايجرام تنتبهوا لي على هذه الجملة اللي هو موديول ذا دايناميك اسبيكت اوف سوفت وير سيستم. معناها نلاحظ الانتراكشن دايجرام يتعامل مع الدايناميك سيستم، على عكس من الكلاس دايجرام اللي اخذناه بالمحاضرات السابقة كان يتعامل مع ستاتيك سيستمز. شنو معنى موديول؟ لازم تعرفون شنو معنى موديول. موديول هو الابستراكت ريبريزنتيشن. راح نلاحظ الانتراكشن دايجرامز يعطيني فيجواليز، كان هيلب يو تو فيجواليز. تلاحظون هنا كلمة فيجواليز سوري اللي هو هاو ذا سيستم رانز، معناته انه راح ناخذ صورة عامة على عمل السيستم. ان انتراكشن دايجرامز ايضا بولت فروم ا يوز كيس اند كلاس دايجرام، يعني انه احنا اذا كان عندي اني بانين سيستم يوز كيس او عندي كلاس دايجرام، من السهولة انه اقدر احوله الى انتراكشن دايجرام، وهسه راح نلاحظ كيف بالسلايدات القادمة ان شاء الله. The objective of the interaction diagram is to show how a set of objects accomplish the required interactions with an actor. راح نلاحظ الفائدة من ال interaction diagram أيضا يبين لي the relation between the objects and the actor أو between the actors themselves، كيف يتعاملون مع بعضهم البعض. نلاحظ أيضا بهذا السلايد ال interaction diagram show how a set of actors and objects communicate with each other to perform the steps of use case the steps of some other pieces of functionality. يعني شنو معناته؟ احنا تكلمنا قلنا اذا كان عندي اني بانين سيستم باستخدام ال use case او باستخدام ال class diagram، قلنا بسهولة نقدر نحوله إلى interaction diagram. إذا interaction diagram عبارة عن steps موجودة ينفذ لي steps الموجودة بال use case، أو ينفذ لي steps يقوم معني بال steps اللي خاصة بال functionality ال methods أو ال operation الخاصة بال classes. راح نلاحظ هذه مجموعة الخطوات ال set of steps يطلق عليها هذه الخطوات يطلق عليها الانتراكشنز، يطلق الانتراكشن. انتراكشن دايجرام كان شو سيفرال ديفرنت تايبس اوف كوميونيكيشن. هذه الانتراكشن ايضا لو تنتبهون مصطلح الانتراكشن يطلق عليه ايضا الميثود كولز او نسميه المسجز. المسجز اللي هي راح نلاحظها ونشوفها بالامثله القادمه ان شاء الله، تمثل لي الميثودز والاوبريشن الموجوده ضمن الكلاسز. عليكم تنتبهون، راح نتفق المصطلح عام على الانتراكشن. الانتراكشنز يمثل لي المسجز اللي هي الميثودز والاوبريشن اللي ضمن الكلاسز. راح نلاحظ بهذا السلايد ايضا الاليمنتس فاوند انتراكشن دايجرام، مجموعه من العناصر اللي تكون لي الدايجرام اللي هي الانستنس اوف كلاسز. شنو نعني بالانستنس اوف كلاسز؟ اذا تذكرون الانستنس اوف كلاسز مثل ما اتفقنا هي الاوبجكت، اللي هي الاوبجكت اللي نلاحظها على شكل بوكس وموجود بها name of the object followed by colon followed by a class name، وتحت كله موجود underline. إذا كان بهذا الصيغة فاتفقنا إنه هو نطلق عليه object or instance of classes، اللي هو instance من type class معين. هنا نلاحظ أيضا عندنا يتكون من الأكترز اللي هو هذا الشكل الشخص اللي موجود عندنا باليوز كيس دايجرام اللي اتفقنا عليه، نفس الشكل يمثل لي الأكترز. واتفقنا الأكترز ممكن يكون شخص أو ممكن يكون another system يقدر يستخدم الـ software أو السيستم اللي احنا نريد نبنيه.
مسجز، الكون ايضا من المسجز. المسجز هنا تمثل لي اللي هي الاسهم او الكونكشن بين الاوبجكت، بين تو اوبجكت او بين اكتر تو اوبجكت. لاحظوا هنا from actor to object or from object to object ثاني، وراح تبين عندنا بالامثله. creating an interaction diagram you should develop a class diagram and use case module before starting to create an interaction diagram. اتفقنا انه احنا قبل ما نبدي اني بالانتراكشن دايجرام احنا لازم بالبدايه مسوين مصممين اليوز كيس او مصممين الكلاس دايجرام، راح يسهل علينا العمل. There are two kinds of interaction diagram. هنا عندي راح يبين لي الانتراكشن دايجرامز يقسم can be divided into two types. السيكونس دايجرام اول تايب الاول، والسكند تايب هو الكوميونيكيشن دايجرامز. ثنيناتهم دني نتفق عليها ضمن الانتراكشن دايجرام اللي اتفقنا انه تشتغل دايناميك والدايناميك سيستم سوفت وير. بالمحاضرة ان شاء الله بهذه المحاضرة راح نتحدث عن التايب الاول اللي هو سيكونس دايجرام. نلاحظ امامنا الاكزامبل الخاص ب نلاحظ موجود عندي two type of diagrams two figures. هذا الموجود أمامنا يمثل لي الكلاس دايجرام مثل ما أخذناه بالمحاضرات السابقة، وهذا الفيجر يمثل لي السيكونس دايجرام. كما تعودنا وتعلمنا بالكلاس دايجرام معني بالكلاسز يبين لي كل كلاس شنو اسمه، شنو من اي شيء متكون الفانكشنز والميثودز اللي بيه، وشون بين الكونكشن بين الكلاسز. يركز على الكلاسز هنا، لاحظوا بالسيكونس دايجرام يركز لي ليس على الكلاسز، وانما نلاحظ موجود شنو، موجود عندنا اوبجكت او الانستنس اوف كلاسز مثل ما موجود عندنا. لاحظوا هنا عندنا بهذا البوكس موجود عندنا الاوبجكت unknown followed by colon followed by course section كلها تحت underline. هذا يمثل لي object من اسمين unknown object. الاوبجكت هذا الثاني register نفس الحالة هو unknown object من type register، unknown object من type students، وهذا الاكثر موجود عندنا. فلاحظوا هنا عندنا لو نلاحظ الأكتر عمل request to register، رادي مثلا عندنا طالب أو طالبة رادوا يسجلون على فد كورس معين. راح نلاحظ هذه المسجز الموجودة على اللاينز هاي عبارة عن شنو، لاحظوا هي عبارة عن method or operation خاصة بالكلاسز. هسه هذا request to register وين رايح؟ رايح لي على الأوبجكت course section. لو نلاحظ موجود ضمن الفانكشن مات ضمن الفانكشن، سواء وهنا عندنا الاد تو ريجستريشن سواء سهم داخل اله اللي داخله اليها هي تمثل لي الاوبريشن اور ميثودز الخاصه بهذا الكلاس ضمن هذا الكلاس. نستمر بعد هنا بالفيجر راح نلاحظ هنا قبل ما ننسى عندنا هنا لو نريد نعرف شنو الفرق بين السيكونس دايجرام والكلاس دايجرام. اول اجابه يجب ان ننتبه عليها نقول انه السيكونس دايجرام يعمل مع الدايناميك سيستم مثل ما اتفقنا، بينما الكلاس دايجرام يتعامل مع الستاتيك سيستم. هاي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه السيكونس دايجرام يعمل مع يكون يهتم بالاوبجكت، في حين الكلاس دايجرام كلاسز يتعامل مع كلاسز. هذا شيء واضح امامنا. هنا موجود عندنا السيكونس المسجز نطلق عليها المسجز اللي هي الانتراكشنز المسجز بين الاوبجكتس او بين اكترز تو اوبجكتس او بين اوبجكت تو اوبجكت. هذه المسجز هي عباره عن شنو، هي عباره مثل ما لاحظنا عن ميثودز او اوبريشن موجوده ضمن الكلاسز. واضحه هنا بعد عندنا نلاحظ شيء جديد ظهر عندنا هنا، انا تشوفون هذا الداش لاين وبعدين يجي بوكس اور بلوك وبعدين يرجع مره ثانيه داشز، تشوفون هذا نطلق عليه باللايف لاين
وهذا الداش داش لاين، هذا يمثل لي الاوبجكت شو وقت متى يكون اكتب اون، ومتى يكون بحالة الداشز يكون اوف، وبحالة اللايف لاين يكون اكتب يكون اون، ويرجع مرة ثانية حيكون اوف مرة ثانية. وهكذا تكون العملية بين الريجسترز، وهذا مثل ما يمثل يكون نقدر نمثله بال UML، عرفنا الفرق بتمثيله بال UML موديل. هنا عندنا السيكونس دياجرام، هذا السلايد نفس الكلام السابق اللي حكينا على الفيجر، راح موجودة النقاط الأساسية موجودة أمامنا. نحاول نشوفها سوا. لاحظوا الاوبجكتس ار ارينج هوريزونتلي اكروس ذا دياجرام، لاحظنا الاوبجكت كانت هوريزونتلي. الاكترز اللي هو يكون تبدي الانتراكشن من الاكترز، الاكترز هو اللي يعمل انيشيت للاوبجكت، يعمل انيشيت للسيستم الانتراكشن. الفيرتيكال لاين كان عندنا فيرتيكال لاين عند العموديه البوكسز تطلق عليها باللايف لاين مثل ما اتفقنا، attached to each objects or actors. اللايف لاين become a broad box called ايضا يطلقون عليه activation box مثل ما اتفقنا، راح يحدد لي متى يكون الاوبجكت هو active ومتى يكون لا on و off during life activation period. المسج يكون طبعا من هنا ما تكلمنا يكون إلى بالاكتيفيشن بوكس، يكون إلى بداية ويكون إلى نهاية، تكون بدايته نطلق عليها بالليفت ليفت أبر كورنر، والنهايته يكون رايت لور كورنر. المسجز اتفقنا على المسجز، هنا نرجع نكمل النقاط اللي عندنا. المسجز تمثل لي الارو بتوين اكتيفيشن بوكسز اوف سندر اند ريسيفر، هذه المسجز اللي هي تمثل لي بالحقيقه هي الاوبريشن اور ميثود مثل ما لاحظنا بالمثال السابق. هنا عندنا مثال راح يبين لي مور ديتيلز على السيكونس دايجرام وشنو امكانيته نقدر نوضحها بهذا الاكزامبل. هنا يمثل لي راح نلاحظ شيء جديد ظهر عندنا بهذا الفيجر الدايجرام، وجود الفراجمنت بوكس او هذا البوكس عندنا يكون بهذا الاكزامبل هو اوبشنال، يعني شنو اوبشنال ممكن انه نضيفه ممكن انه نستغني عنه اللي اسمه او بي تي. لاحظ ظهر لي هنا هذا المتغير ضمن اقواس كبيره، هنا ضمن اقواس كبيره، هذا يمثل لي الكونديشن، يعني عندي امكانيه انه اني اضع كونديشن ضمن السيكونس دايجرام. لو نجي نلاحظ المثال من البدايه، هنا عمل هو نفس الطالب اللي يريد يسوي ريجستريشن لمفد ماده معينه، قد يكون يريد يعمل ريجستريشن على الاوبريتنج سيستم. مثل ما نعرف انه احنا قسم من الكورسز ما يقدر يجتازها الطالب، ما يقدر يعمل ريجستريشن عليها اذا ما كان ما اخذ مواد مسبقه وناجح بها على مود يقدر يكمل الكورس الجديد. فهنا عندنا هنا طالب بدا الانيشيت للانتراكتيف دايجرام من الريكوست تو عمل ريكوست تو ريجستريشن، اتفقنا هذه الريكوست تو ريجستريشن هي ميثود اور اوبريشن موجوده ضمن الكلاس، ضمن الكلاس اللي هو من تايب الكلاس اللي جي يو اي. لو نلاحظ هنا كلها عندنا هنا عندي يعني اربع four objects كلها unknown without name object without name unknown object. فقط عندي student هو object with name اسمه student followed colons من type class اسمه student كلها underline. هذا الكلاس اتفقنا انه احنا لو ننتبه على كل هذه الاسهم، هي الاسهم هي تعتبر functions موجودة، functions or methods موجودة ضمن الكلاسز. زين نرجع هنا، بدت العملية من الاكتر، عمل request to register، request to register a student يريد يسجل على فد كورس معين،
راح يجي راح هنا عندنا جيت بري ريكوسايد، راح يحدد لي شنو المواد، هل اكو مواد مسبقه لازم ان نشيكها نعمل لها تشيكينج وهو ناجح بها الطالب او عابرها على مود يسجل على الكورس الجديد. مثلا بحاله الاوبريتنج سيستم عندنا المواد المسبقه، كورس اللي يجب ان يكون الطالب مجتازه هو مثلا داتا ستراكشر فور اكزامبل، فيصير بهذا المتغير بريرك، البريرك راح يكون هو يصير بي الداتا ستراكشر. زين راح هنا راح لازم نعرف هاز باس كورس بريرك، بريرك راح نشوف هل انه هو اجتاز هذا الماده او لا. فراح هنا الكونديشن هذا يمثل لي الكونديشن، اذا كان ترو فراح يصير لنا يروح للكرييت ريجستريشن، اذا كان ترو يعني مكمل هذه الماده راح يحق له يقدر يسوي ريجستريشن على الماده الجديده، اذا لا فمعناته انه ما راح يصير له ريجستريشن، راح يعبر هذه المرحله وما يصير له ريجستريشن. هذا المثال، واتفقنا انه احنا عندنا كل اكت هذا يمثل لي الاكتيفيشن لاين بوكس او اللايف لاين، الى بدايه والى نهايه مثل ما حددنا. هنا عندنا السيكونس دايجرام انطاني هنا مثال فقط دا يمثل لي الاتريشن. هنا المؤلف دا يريد يوضح انه بالسيكونس دايجرام عندنا امكانيه انه نمثل ليس فقط الكونديشن، وانما عندنا نتعامل ويا كانما عندنا لوب عن طريق هذه التو مسجز. هنا عندنا من صفر الى نمبر اوف بارشز موجوده ضمن الفراجمنت، هذا يمثل لي لوب. ولو نلاحظ هنا عندنا بالاكزامبل هذا يمثل لي الكلاس دايجرام وهذا يمثل لي السيكونس دايجرام. ممكن بالامتحان يجيكم كويشن نعطيكم الكلاس دايجرام تحولونه الى سيكونس دايجرام، او ممكن العكس فممكن بهذا الطريقه. هنا عندنا ايضا بهذا الفيجر راح نوضح ممكن الاوبجكت كامل نعمل له ديستراكشن او ديليشن، يعني امسح الاوبجكت نهائيا من السيستم، ممكن اتعامل بيه واخلي مكانه اكس. هذا فقط للتوضيح شنو امكانيات السيكونس دايجرام. لهنا نلاحظ طلابنا بعد ما خلصنا شرح عن تعلمنا كيف نتعامل ونرسم السيكونس دايجرام وكيف نحول من الكلاس دايجرام الى السيكونس دايجرام، اريد من عندكم تسووا لي تحلوا لي هذا الاكسرسايز اللي هو موجود بالتكست بوكس الموجود عندكم الكترونيك بوكس، موجود عندنا بالشابتر الاكسرسايز رقم 152 مثل ما تشوفون. راح اعطيكم فكره عنه اللي هو هنا draw sequence diagrams representation representing the following interactions. عندنا client searches for a book in a library, he or she then asks to borrow the book. If a copy of this book is available, a loan object is created. معناته حاولوا اريدكم تسووا بالبدايه راح يكون احنا عندنا نعرف انه مثلا طالب يريد يسوي يستعير كتاب من المكتبة، راح بالبداية لازم نعرف هل هو هذا البوك افيلابل. تنتبهون بما انه عندي هاي افيلابل معناته ايش راح يصير، تشوفون عندنا كونديشن معناته راح يصير عندنا ضمن الرسم مالتنا اكو كونديشن، لا تنتبه لا تنسون نخليه ضمن اقواس كبيرة. وكم اوبجكت انا هنا عندي لو تلاحظون انا عندي عندي تحددون الاوبجكت اللي اللايبراري، وعندنا 3 اوبجكتس اللايبراري، وعندنا كوبي اوف بوكس، وعندنا اللون. بحالة انه كان موجود هذا الكتاب فاني اقدر يقدر يستعير الكتاب وهكذا. وتقولي تحلوا لي هذا الاكسرسايز وتدزوا لي على الايميل او بالجوجل كلاس روم اذا ممكن. ولهنا ننتهي محاضرتنا لهذا اليوم، وان شاء الله نكمل بالمحاضرة القادمة. مع السلامة.